السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا عايز أتكلم بس تسمعني يا شيخ، أقسم بالله اليوم تقريبا النهارده بالكامل. اليوم يعني والله نذوب عنك، لأن في سفلة وجهلة. لا تخبرنا معذرة. أنت كنت عملت عمل تبتغي به وجه الله، دعوة بينك وبين الله. نبتغي وجه الله. أه؟ نبتغي وجه الله والله. خلاص، جزاك الله خيرا ولك الشكر. ما سؤال حضرتك؟